يقول أبو عبد الله الخراقي: بت ليلة من الليالي مع الإمام أحمد بن حنبل، يقول: كان كثير البكاء في تلك الليلة، فقلت له: يا إمام، أكثرت من البكاء الليلة، فما السبب؟ قال: تذكرت ضرب المعتصم إياي. الله. تعالي يا شيخ ناصر، نتكلم عن ضرب المعتصم إياه، هل ضرب سوطين وقال همش؟ يقول أحد جلادين الإمام أحمد، يقول: ضربت الإمام أحمد 18 صوت، والله لو ضربت على ظهري فيل لنهد. سبحان الله. وينقل عنه عبد الله ابنه يقول: يقول والدي أنني أغمي علي بعد الصوت 38، ما عاد وعيت. وليت المعتصم أمر بالأمر ولم يحضر هذا الضرب، كان المعتصم يحضر معهم. ويقول ميد الجلاد للجلاد، يقول: شد قطع الله يدك. من شدة الإمعان في ضربه. ومع ذلك ماذا يقول الإمام أحمد؟ نعم. وش يقول الإمام الشافعي الإمام أحمد رحمه الله؟ يقول: تذكرت ضرب المعتصم إياي، وقد مر بي في الدرس قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فبكيت وسجدت وأحللت المعتصم من ضربي. الله. وفي موقف آخر يقول: وما ينفعك، هذه كلمة عظيمة يتذكرها كل من بينه وبين أخيه شحناء، أو كل من بينه وبين أخيه تهاجر، يقول: وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم بسببك. الله أكبر. وينقل السبكي في طبقات الشافعية، يقول: إن الإمام أحمد كان يحلل ويبرئ ذمة المعتصم مع كل جلدة، ويقول: لا أريد أن يكون غريمي يوم القيامة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله. يذكر الغزالي رحمه الله في كتابه الإحياء عن ابن مسعود رضي الله عنه: ذهب يوم من الأيام إلى السوق، فلما اشترى بضاعة تفقد صرة النقود وهي كانت معه، فوجدها قد سرقت. اجتمع الناس حوله كالعادة، تعرف شخصية مشهورة وصحابي رضي الله عنه وارضاه، فبدأوا يرفعون أيديهم أن يهلك الله عز وجل هذا السارق وأن ينزل عليه أقسى أنواع العقوبة. ابن مسعود رفع يديه مثلهم، فماذا قال؟ قال: اللهم إن كان دفعه على هذه السرقة حاجة له في المال، اللهم فبارك له فيه. يا الله. وإن كان دفعه على هذه السرقة جرأة منه على الذنب، اللهم فاجعله آخر ذنوبه. الله. الدعاء هو الدعاء، ولكن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. النفسية العظيمة. الإمام البخاري رحمه الله من مواقفه، قالوا له: يا إمام، لماذا أنت ما ترد على هؤلاء الذين يشتمونك ويؤذونك ويتكلمون فيك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وكان رحمه الله يقول البخاري رحمه الله: ولا أعلم منذ بلغت أنني اغتبت أحدا من المسلمين.